الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدي الكرام متابعي قناة عمان الرياضية، وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأخيرة والإطلالة الأخيرة لبرنامجكم مسابقة الكأس الغالية، المسابقة التي جاءت مثل ما نعرف قبل انطلاقة المباراة النهائية اللي راح تقام إن شاء الله اليوم ما بين فجة والنهضة على مجمع سلطان قابوس الرياضي في بوشر تمام الساعة 7:30 مثل ما نعرف طبيعة المسابقة ما بين الأسئلة المباشرة والأسئلة الاختيارية، وإن شاء الله اليوم بما أن في اليوم الختامي ما حد راح يخرج خسران، إن شاء الله الكل فايز معانا في انتظار المباراة اللي راح تقام الساعة 7:30 مثل ما ذكرنا. إذن مشاهدي الكرام خلونا نروح لفاصل قصير، بعدها راح نستقبل أول المشتركين في مسابقة الكأس الغالية. مشاهدينا الكرام، إذن النهائي الغالي اليوم لمسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة ما بين الأخضر النهضاوي والأصفر الفنجاوي، ومتابعة إن شاء الله ممتعة للجميع، وإن شاء الله نتمنى من جميع المشاهدين الكرام اللي حاليا يتابعونا وبعد هذه الحلقة يتوجهوا إلى مجمع سلطان قابوس الرياضي لمتابعة النهائي ما بين فنجة والنهضة، وما هذه المباراة تقام ما بين هذين الفريقين. اليوم خصصنا جميع الأسئلة في هذه الحلقة عن الفريقين ما بين النهضة وفنجة، وإن شاء الله تكون الأسئلة سهلة ومعروفة لدى المشاهدين الكرام. خلونا مشاهدين الكرام نستقبل أول متصلين ونقول مرحبا. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا، حياك الله معنا. ألو مرحبا. ألو. أهلا وسهلا، نتعرف عليكي. معك نازك. مرة ثانية. نازك. 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 أعطيني اسمك الكامل لو سمحتي. ألو. الو معك، اسمعك انا، اسمعك انت على الهواء معانا. جاهزه؟ أيوة. معنا جاهزه معنا للمشاركه ان شاء الله. ايوه جاهزه. انت اول متصله معنا، اسئله مباشره واسئله اختياري، ايش تريدي تاخذ ما بينهم؟ اختياري. الاختياري ما تريد مباشره، اول سؤال راح يكون الاسئله الاختياري. يلا بسم الله، خلينا نشوف الاختيارات الاربعه اللي معانا، معنا الشخصيات والتاريخ والانديه واللقطات، ايش اختار يا نازل؟ الأندية؟ أختار أندية. يلا بسم الله، خلينا نشوف السؤال، وطبعا مثل ما عرفنا ما بين نهضة وفنجة كل الأسئلة راح تكون.
على حساب أي نادي تأهل نادي النهضة من دور الثمانية لمسابقة الكأس لهذا العام؟ المصنعة أم ظفار أم صحار؟ أعيد الاختيارات. نادي المصنعة أم ظفار أم صحار؟ والنهضة يلبس الأخضر. نادي ظفار. النهضة يلبس الأخضر. يلا. نادي صحار. نادي صحار نثبت بسم الله. ثبت. يلا خمس ثواني وشوف إجابتك يا نازك. وإن شاء الله الإجابة صحيحة، والإجابة صحيحة يا نازك إذن 35 ريال أول متصلة معانا لنازك راحت ال 35 ونادي صحار أو نادي النهضة تغلب على صحار في دور الثمانية. نروح لمتصل آخر واستقبل هذه المكالمة ونقول مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. معك زيانة الرحبي. حياك الله يا زيانة، أعطينا اسمك الكامل. زيانة بن سعيد بن عامر الرحبي. حياك الله يا زيانة، أول مشاركة معنا؟ هي أول مشاركة. جميل، تابعت البرنامج ولا أول متابعة؟ هي متابعتنا قبل. جميل جميل، إذن عارفة طبيعة المسابقة، راح تكوني أيوة. في النهائي فنجاوية ولا نهضاوية؟ أكيد فنجة. أكيد فنجة ها؟ إيه. يلا نتمنى إحنا إن شاء الله نشوف مباراة ممتعة ما بين الفريقين. إن شاء الله. جاهزة المشاركة إن شاء الله؟ أيوة مجهزة. سؤال مباشر أم اختياري؟ اختياري. ما تريد المباشر 50 ريال؟ اختياري. يلا بسم الله، خلينا نشوف الاختيارات اللي معانا. هذه هي الاختيارات، إذا شخصيات تاريخ أندية ولقطات. أندية. أندية، يلا بسم الله خلينا نشوف سؤالك يا زيانة. ونذكرك ما هو النادي الذي خسر أمامه فنجة لقب الكأس في نهائي 2010، صور أم العروبة أم ظفار؟ نادي صور. نفس النهضة يلبس أخضر ها؟ نادي العروبة. 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 أيوة. نثبت. نعم إن شاء الله. نثبت. ثبت. عشر ثواني. ثبت ان شاء الله. يلا بسم الله خلينا نشوف يا زيانه، واجابتك صحيحه. اذا الاخضر اعطاك اياه، واليوم النهضه يلبس الاخضر، والاخضر لمتصلين راح و35 ريال لكل متصل. نروح لمكالمه اخرى واتصال اخر ونقول مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. معك رجاب كلاب محمد الجابريه. اول اسم مره ثانيه. رجاب كلال. ايوه محمد الجابريه. حياك الله الجابريه، شاركتينا من قبل. نعم بالفعل. يلا جاهزة المشاركة، سؤال اختيار ومباشر. اختياري. اختياري، ما تريد المباشر؟ صعب. يلا انت قرب حظك، لكن انت دام تريد الاختيار نشوف الخيارات اذا ظهرت معنا. اختياري. اختياري ان شاء الله. الاندية ولا تبدلي تختاري حق اندية؟ الاندية. يلا الاندية، طبعا كل المشتركين الاندية، ما نعرف ايش يصير دائما في كل حلقات لحد ما تخلص الاسئلة. ما هو النادي الذي واجهه النهضة مرتان في نهائيات الكأس؟ مسقط أم السويق أم النصر؟ النهضة لعب مرتين. مسقط أم السويق أم النصر؟ مسقط. لا سويق. لا إيش نثبت ولا السويق؟ ثبت السويق. سويق. ركز نعم. في السؤال لأنه يعني لعب قريب معه في النهاية. نعم. خلاص نثبت على السويق. نعم. يلا بسم الله خلينا نشوف سؤالك وإجابتك صحيحة. إذا السويق كان هو اللي خسر أو فاز على النهضة في النهائيين لعبهم النهضة، واليوم النهضة يلعب النهائي الثالث، وحظه أنه يكون يلعب أمام الأصفر والأسود، هذا هو الحظ اللي طاح للنهضة. نروح لمتصل آخر ومكالمة أخرى ونقول مرحبا. مرحبتين. أهلا وسهلا، حياك الله معنا. الله يحييك. يا السلام عليكم. الرحبي. لا صلاح الوهيبي معك. حياك حياك معنا، تعرف عليك مرة لا. ثانية ما سمعت الاسم. إدريس الوهيبي. إدريس. إدريس مو يتكلم يا إدريس. من العامرات. من العامرات، شجع مسقط. اي نعم، نعم مسقطاوي. اي زمان مسقط. اي والله. اليوم النهضة وفنجة ما بينهم مسقط، من شجع؟ لا قلوبنا مع النهضاوية إن شاء الله. مع النهضاوية، إيش السر يعني؟ ها؟ إيش السر؟ مع النهضة. السر بيني وبينك اللعب الصراحة الشامل. الكرة الجميلة. بالفعل، هم يقدموا مستوى استثنائي هذا الموسم. أكيد أكيد ويستحق الصراحة. جميل جميل، وإن شاء الله حنتمنى نشوف مباراة ممتعة. جاهز معنا إدريس؟ نحن كعشاقيين نحب المباراة الممتعة والجميلة بإذن الله. هذه هي الروح الرياضية اللي ما لها علاقة لا فنجة والنهضة، يشوف مباراة ممتعة هو الأهم. أكيد. جاهز ما بين السؤال المباشر والاختيار يا إدريس؟ اختيار إن شاء الله. ما تريد المباشر 50 ريال؟ لا. آخر حلقة؟ لا لا والله ماشي فرصة صعب. بكرة راح يكون خلاص. إذا ساعدني كان ما مشكلة. والله شوف إحنا أنت اختار وحق معلوماتك، هذه هي الخيارات ظهرت معانا. يلا أندية. يلا عندك. اختار أندية. ترى هذا المتصلين يختار الأندية لحال ما تخلص الأسئلة.
ما هو النادي الذي حقق أو فاز عليه فنجا في نهائي الكاس بركلات ترجيح، مرباط أم الاتحاد أم الأهلي؟ هذا النادي تأهل مرة واحدة بس للنهائي. إلى النهائي مرة واحدة. أيوة. هذا الاتحاد. الاتحاد؟ الاتحاد إن شاء الله. لا، الاتحاد لعب مع ظفار، حاول بعد. مع ظفار لعب. أيوة. حاول مرباط. يلا خمس ثواني. من؟ مرباط. مرباط نثبت؟ إن شاء الله. يلا إدريس، نشوف. إن شاء الله. شوف إجابتك يا إدريس. الإجابة الصحيحة، إذا مرباط الإجابة الصحيحة. مرباط تأهل مرة واحدة للنهائي وكانت أمام فنجة وخسر أمام بركلات ترجيح، بينما الاتحاد لعب مع ظفار وخسر أيضا أمام بهدف نظيف. إذا متواصلين معكم في استقبال المكالمات ونروح لمكالمة أخرى ونقول مرحبا. مرحبتين. أهلا وسهلا، حياك الله معنا. الله يحييك. نتعرف عليك. خالد مطر معك. حياك الله يا خالد، من وين تكلمنا؟ من صلالة. من صلالة، ظفراوي ولا نصراوي؟ لا لا نصراوي. نصراوي، مع مين بتكون اليوم؟ ما بين فنجة والنهضة. والله مع فنجة. مع فنجة. التاريخ. مع التاريخ، مع الملك. إيه. تسع بطولات يطمح للتاسع اليوم. الله، ونبارك للنصر على صعودهم. بالفعل يستاهله. بقى معنا في بقى في دول المحترفين. إيه. لكن بيزعل عليك الجمهور الظفراوي، ما يريدوا فنجة ياخذ التاسع. ما يزعلوا، أخوان أحباب، أخوان أخوان. روح رياضية في النهاية. روح رياضية. أخوان. جميل، وهذه هي الروح الطيبة ما بين المشجعين. إيه. جاهز معنا ما بين السؤال المباشر والاختياري؟ بانا الاختياري ان شاء الله. اختياري، ما تريد المباشر؟ لا اختياري ان شاء الله. يلا بسم الله، خلينا نشوف الاختيارات اللي معانا، واختار ما بين الشخصيات والتاريخ ومعك الانديه واللقطات ايضا. ان شاء الله لقطات. لقطات؟ جميل. ايه. زين زين، غيرنا شوي على الانديه، خلينا نشوف اللقطه. ايه. ونرجع لك ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بسم الله. ما راح تهدى جماهير نادي السويد، اصبحت قريبه ولكن اكيد الرد ممكن. الله، مرت الى خارج الملعب. يا الله على الهدف اللي اتاه، ولع المباراه الفريقين من خلال هذه الامسيه الكبيره، مباراه الحلم كما ذكرت، هي ان المباراه الافضل والاشهر والاهم هنا في السطر على اعتبار انها تحمل اسم غالي. يلا يا النصراوي، هذا هو سؤالك. من كان هداف نادي النهضه عام 2008 عندما وصل النادي للمباراه النهائيه؟ إيدي باهوما أم جمعة سعيد أم إينوسنت؟ اسمعني من الهاتف، اسمعني من الهاتف. أيه. حافظ على صوت التلفزيون إن شاء الله. يلا ما عندك 15 ثانية، أسرع شوي. إيدي باهوما. إيدي باهوما، خلاص ثبت؟ ثبت إيدي باهوما. ما شاء الله شكلك عرفته من اللقطة يعني. إيه إن شاء الله. يلا خلنا نشوف سؤالك يا النصراوي، مبروك لك 35 ريال. إذا الإجابة صحيحة، إيدي باهوما كان هداف نادي النهضة في 2008. اذا نروح لمتصل اخر ومكالمه اخرى ونقول مرحبا. مرحبتين. اهلا وسهلا، حياك الله معنا. حياك الله. نتعرف عليك. وائل حمد الوائلي. حياك الله يا الوائلي، من وين تكلمنا؟ من ولايه الحمراء. من ولايه الحمراء، بتكون مع فنجة اليوم؟ اكيد. مع الملك؟ اي والله. بتكونوا موجودين في الملعب ولا لا؟ والله. كيف صعب عليكم تحضره يعني؟ يستاهل الملك هذا. الامتحانات. امتحانات. يا الله، الله يوفق، الله يوفقكم ان شاء الله. شد حيلكم ان شاء الله. جاهز معنا سؤال اختياري ولا مباشر؟ لا اختياري والله. اختياري، يلا خلنا نشوف. ايه. اختياراتك يا الوايلي ونشوف وين الخيارات. الانديه. هي الاختيارات بعد ما ظهرت، هذه هي الاختيارات ظهرت معنا. الانديه ها؟ هي. يلا بسم الله، خلنا نشوف سؤالك في الانديه. وسؤالك ما بين نهضه وفنجة طبعا الاسئله. ما هما الناديان اللذان شكلا باندماجهما نادي النهضة عبري والبريمي، أم حظى والبريمي، أم ينقل وعبري؟ ركز. ينقل وعبري؟ في بعض الأندية موجودة للحين يعني. يلا. حظى والبريمي. إيش آخر إجابة أعطيني؟ حظى والبريمي. حظى والبريمي. نثبت؟ نثبت بسم الله؟ ثبت. يلا خلنا نشوف إجابتك يا الوائلي. وإجابتك صحيحة أيضا. النهضة كان باندماج محظى والبريمي، و35 ريال راحت لي الوائلي، مقدمة من قناة عمان الرياضية. ومتواصلين معكم مشاهدينا الكرام طبعا لسه المباشر، لحد الحين ما حد أخذ هذا الأسئلة، وبالتالي متواصلين معكم. يمكن أحد المشاهدين يحب يجازف ويأخذ سؤال مباشر. نروح لمتصل آخر ونقول مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. كيف الحال؟ طيبين؟ الحمد لله طيبين، حياك الله معنا. بس اخذ اسم جابر.
نتعرف عليك. اسمك؟ جابر. جابر؟ ايوه. جابر جاهز من وين تكلمني يا جابر؟ من ولاية سيب. من ولاية سيب، سيباوي. ايه. وكيف الامبراطور هذا الموسم؟ والله ما هو المستوى ها المطلوب؟ لكن يلا تنطركم مشاركة خارجية ان شاء الله. ان شاء الله. يلا جاهز ما بين سؤال مباشر وسؤال الاختياري؟ الاختياري. الاختياري. خلنا نشوف سؤالك الاختياري ما بين الخيارات الثلاثة. إذا شخصيات أندية تاريخ لقطات. أندية. يلا بسم الله. خلنا نشوف السؤال في الأندية. وأعتقد آخر سؤال هذا في الأندية مثل ما تعودنا دائما في كل الحلقات. يلا يا جابر. هذا هو سؤالك، ما هو النادي الذي حقق على حسابه فنجا لقب البطولة الخليجية؟ العين الإماراتي أم المحرق البحريني أم الهلال السعودي؟ العين الإماراتي. العين؟ أيوة. البطولة الخليجية. كيف؟ إن شاء الله. نحاول بعد 15 ثانية؟ ها؟ نحاول؟ شوف حتى المؤشر بالأحمر ها؟ المؤشر بالأحمر. كيف؟ محرق البحريني. محرق البحريني؟ خلاص نروح؟ خلاص يلا شوف إجابتك. المحرق البحريني إذن هي الإجابة الصحيحة يا جابر. والمحرق أو فنجا حقق بطولة البطولة الخليجية في 89 على حساب المحرق البحريني. نستقبل مكالمة أخرى ونقول مرحبا. ألو. أهلا وسهلا، حياك الله معنا. كيف الحال؟ الحمد لله. طيبين، نتعرف عليك. علي محمد علي عتيب. حياك الله يا علي. حياك. نصراوي؟ بفراوي. مبروكين على البقاء في دور المحترفين. الله يبارك فيك. يلا شد حيلكم تلعبوا النهائي ان شاء الله الموسم القادم. ان شاء الله. اليوم بتكون نهضاوي ولا فنجاوي؟ لا نهضاوي. نهضاوي مع الاخضر. ايه. يلا جاهز معنا للمشاركه؟ جاهز. وين تختار، اختياري ولا مباشر؟ اختياري. ما تريد مباشر؟ لا والله. احتفالا بالنصر؟ لا. يلا بسم الله، خلنا نشوف الاختياري. ونشوف الاختيارات اللي معانا. شخصيات أندية تاريخ لقطات، ايش تختار يا علي؟ لقطات. لقطات، يلا بسم الله، خلنا نشوف اللقطات ونشوف هذه اللقطة وبنرجع لك بعدها. ان شاء الله. يلا بسم الله. حمد سليمان، الدفاع روي، فنجة ضاغط، فنجة ضاغط، حمد حارب بيحاول ياخذها وخذها فعلا وبيشوت، جول، جول، حمد حارب جول. جول، جول حمد حارب جول، 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 جول. جول، جول. جول في الدقيقة 44. ستة فنجة واحد روي. يا سلام يا فنجة، يا سلام يا فنجة، كرة حلوة، كرة بزينها، أرضي أرضي والنبي أرضي، كرة ملعوبة فعلا فعلا فعلا، كرة جميلة منقولة. يلا يا علي، هذا هو سؤالك، كم هدفا سجل اللاعب حمد حارب في نهائي الكاس عام 78 أمام نادي روي، هدف أم هدفان أم ثلاثة أهداف؟ هدفان. هدفان. نثبت. ثبت. يلا 15 ثانية والأخضر المؤشر ونشوف إذا كان بيعطيك أخضر ولا أحمر. خلنا نشوف الهدفان، إذا الإجابة صحيحة يا علي. و 35 ريال مقدمة من قناة عمان الرياضية للأسئلة الاختيارية كما تعودنا. إذا مشاهدي الكرام خلونا نروح لفاصل قصير وبعدها نكمل معكم الأسئلة والمتصلين مع مسابقة الكأس الغالية. التاريخ بقاوي نادينا.
الصلاة والكاس فنقاوي يصفر ذهب لونه كاس الذهب ناوي كل شيء يرد الصلاة والكاس فنقاوي يا جنينا يا كل جرابينا وشلك الثاني فنقاوي التاريخ بالفعل أسطورة أن حياكم الله مشاهدي الكرام متواصلين معكم متابعين هذه الأغنية الجميلة لنادي فنجة الملك الفنجاوي واليوم الملك يطمح للبطولة التاسعة لكسر الرقم يعني مع نادي ظفار بثمان تلقاء وبالتالي اللقب التاسع راح يتوج هو بطل لهذه البطولة. إذن متواصلين معكم مشاهدي الكرام خلونا نروح لنستقبل المكالمة ونقول مرحبا. سرولي أهلا وسهلا حياك الله معنا. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله معنا. معك أمينة. حياك الله يا أمينة. أيوة. وين تكلمينا؟ من صحم. من صحم صحماوية. أيوة. واليوم مع النهضة ولا فنجة في النهاية؟ لا مع دي ولا مع دي. حيادية يعني ما أيوة. جميل زين عندك بعض المعلومات عن ناديين نهضة وفنجة؟ لا لا والله. يلا حاول أنت معنا إن شاء الله. لا تسفيد. مع الرياضة. تستفيدي من المعلومة إن شاء الله. يلا معنا سؤال مباشر وسؤال اختياري وين تختاري؟ اختياري ان شاء الله. اختياري يلا أيوة. بسم الله خلينا نشوف الخيارات الأربعة اللي معانا شخصيات تاريخ لقطات طبعا الأندية خلاص ان شاء الله شخصيات شخصيات ساعد نعم شوية يلا انت شد حيلك بس يعني ركزي في السؤال سؤال سهل السؤال يقول من كان قائد نادي النهضة في المباراة النهائية الكاس عام 2008 محمد حميد ام يوسف النعيمي ام عارف الشيبة يوسف النعيمي ان شاء الله يوسف النعيمي ايوه نثبت ايوه ثبت يلا بسم الله خلينا نشوف الاجابه واجابتك صحيحه يا امينه ما محتاج مساعده شفتي يا امينه ما محتاج مساعده يعني الاجابه على طول عرفتيها قلنا الاسئله سهله عفوا شكرا لك شكرا لك اذا نروح لمتصل اخر ونستقبل مكالمه اخرى ونقول مرحبا مرحبتين والله اهلا وسهلا حياك الله معنا الله يحييك نتعرف عليك سعيد سيف حياك الله يا سعيد اعطينا اسمك الكامل سعيد سيف المعمري حياك الله يا المعمري وين تكلمنا والله من ولاية صحم من ولاية صحم صحماوي اكيد وهلكم هذا الموسم ما لكم نصيب شيء والله كاس الرابطة بس خذيته اول موسم اي والله يلا شد حيلكم المواسم القادمة ان شاء الله ان شاء الله اليوم نهضاوي ولا فنقاوي بتكون والله نهضاوي العيون ميزو العيون ميزو اكيد من هذا عاد امتياز عبد المعطي يا سلام يا سلام بالفعل امتياز يعني مقدم هذا الموسم مستوى كبير اكيد يلا جاهز معنا ان شاء الله سؤال مباشر ام اختياري مباشر مباشر جميل بما انك تشجع النهضة اكيد يعني بتاخذ مباشر يلا خليك جاهز للسؤال وان شاء الله يكون سؤال سهل من هو الهداف التاريخي لنادي فنجة في المباريات النهائية لمسابقة الكاس يلا الهداف التاريخي لنادي فنجة من؟ في المباريات النهائية الهداف التاريخي لنادي فنجة في المباريات النهائية لمسابقة الكاس يلا حاول هلال حميد هلال حميد يلا معمري نثبت على الإجابة ثبت إن شاء الله يلا يعني ما شاء الله عليك المعمري عارف الإجابة ليش متردد يعني تقول لي هلال حميد وما عدت لي الإجابة مرة ثانية يعني خلاص خليك واثق 50 ريال وقسيمة من محلات قصر الأحذية بقيمة 20 ريال تروح للمعمري من صحم إذا أول سؤال مباشر يروح معنا وبقى معنا سؤالين وطبعا نحن نشكر محلات قصر الأحذية على مساهمتهم في هذا البرنامج روح لمتصل آخر ومكالمة أخرى ونقول مرحبا
الو مرحبا. الو هلا وسهلا حياك الله معانا. الله يحييك. نتعرف عليكي. رويدة. مرة ثانية. رويدة. رويدة رويدة اعطينا اسمك كامل. رويدة عدنان. حياك الله يا رويدة، وين تكلمينا؟ من صلالة. من صلالة، ظفراوية ولا نصراوية؟ ظفراوية. ظفراوية. واليوم إيه؟ واليوم بتشجع النهضة ولا فنجة؟ إلا النهضة. النهضة. مع ان خرجكم من نصف النهائي. يلا جاهزة؟ عندك معلومات شوية عن الفريقين؟ طبعا. يلا حاول انت في الإجابة ان شاء الله، والأسئلة سهلة مثل ما ذكرنا. سؤال مباشر ام اختياري يا رويدة؟ اختياري. اختياري. يلا بسم الله. ونذكرك ان الأندية راحت خلاص، ما بقى فيها اي سؤال، بقى معنا الشخصيات والتاريخ واللقطات. شخصيات. شخصيات. يلا بسم الله، خلينا نشوف الشخصيات ونشوف سؤالك. إذن سؤالك راح يكون، وين السؤال؟ إذن من هو رئيس نادي فنجة في عصره الذهبي وحقق معه البطولة الخليجية؟ حمير الإسماعيلي أم سيد خالد بن حمد البوسعيدي أم المرحوم السيد سامي بن حمد البوسعيدي؟ يلا. حمير الإسماعيلي. حاولي بعد. المرحوم السيد سامي. أيوة خلاص نثبت. 10 ثواني. ايه نثبت ان شاء الله. يلا نثبت. بسم الله. بسم الله. نشوف الإجابة. ومبروك لك اذا يا رويدة، 35 ريال مقدم من قناة عمان الرياضية. ومثل ما ذكرنا يا مشاهدين، الأسئلة سهلة بس نحاول نركز شوي ونشوف الوقت، 30 ثانية فقط معنا. نروح لمكالمة أخرى واتصال آخر. ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا وسهلا. حياك الله. حياك الله معنا، نتعرف عليك. حسن بن علي المنذري. حياك الله المنذري، من وين تكلمنا؟ والله من ولايه البريمي. من ولايه البريمي، اكيد نهضاوي. نعم. لا لا لازم. اكيد. يلا كيف الجمهور هنا وكيف الاستعدادات لهذه المباراه النهائيه؟ والله الحمد لله، يعني الجمهور كله مستعد وكله نتمنى يفوز لنادي النهضه. تتوقع في حضور نهضاوي في المباراه؟ باذن الله. يلا راح نشارك ان شاء الله. واحنا نتمنى ان شاء الله نشوف جمهور وجماهير كبيره حاضره لهذه المباراه. جاهز معنا يا المدري؟ نعم جاهز. سؤال مباشر ام اختياري تريد؟ والله اختياري. اختياري مثل المباشر نهضاوي. لا لا والله اختياري ان شاء الله. يلا بسم الله، خلينا نشوف الاختيارات. نذكرك ان الانديه راحت، بقت معنا 3 ابواب. ايش تختار؟ اختار شخصيات. شخصيات؟ نعم. يلا بسم الله، خلينا نشوف الشخصيات ونشوف سؤالك. وسؤالك راح يكون، هذا هو السؤال، من هو رئيس نادي النهضة والذي حقق بقيادته النادي لقبين لمسابقة الدوري؟ الشيخ حميد النعيمي أم الشيخ أحمد النعيمي أم الشيخ سالم المزاحمي؟ وأنت نهضاوي. الشيخ يلا حمد النعيمي. حمد النعيمي. حمد ولا أحمد؟ لأن ما في أحمد. أحمد ما في معنى حمد. الشيخ أحمد النعيمي. الشيخ أحمد النعيمي نشوف. نعم. انت نهضاوي مفترض تعطيني اياها ثقه يعني. خلاص يلا يا المدري، مبروك لك 35 ريال مقدم من قناه عمان الرياضيه. ومتواصلين معكم مشاهدي الكرام في هذه الاسئله حول البطولات السابقه والحاليه لمسابقه كاس حضره صاحب الجلاله. ونذكرنا اليوم المباراه النهائيه ما بين فنجه والنهضه تمام الساعه 7:30 على مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشهر. نروح لمتصل اخر نستقبل هذه المكالمه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحبا. حياك الله. حياك الله معانا، تعرف عليك. خالد بن يوسف زعلوشي. حياك الله يا خالد، من وين تكلمنا؟ والله بدي يحيى راح يحفظ مسقط ان شاء الله، وان شاء الله احاول احفظ المباراه. لا ما تحاول، مره روح على الملعب مباشره. ان شاء الله. يسهل، اكيد تشجع فنجة. شجع فنجة. عبدان انك تشجع فنجة، خلاص فريقك في النهايه مفترض يعني خلاص تروح الملعب على طول. ان شاء الله. يلا موفقين ان شاء الله. حياك يا الله. سؤال اختياري ولا مباشر؟ والله اختياري. اعطيني اختياري. يلا بسم الله، خلينا نشوف الاختيارات. ونذكرك ان الانديه راحت، بقت معنا شخصيات وتاريخ ولقطات. مشكلة اخبار ميتي اعتقد انا في الطريق. خلاص لقطات راحت، بقت معنا شخصيات وتاريخ. اعطينا شخصيات. يلا بسم الله، خلينا نشوف الشخصيات وركز في السؤال بما انك تسمعنا. خلينا نشوف سؤالك. يلا السؤال، من هو اللاعب الحالي في نادي النهضه والذي بدأ مشواره الكروي في نادي عمان؟ محمد الشيبة أم خليفة عائل أم عيد الفارسي؟ خليفة عائل أعتقد. تعتقد ولا؟ لا لا خليفة عائل. مرة؟
فنجاوي انت مفترض يلا تعطيني قال الثقه خلنا نشوف فنجاوي ان شاء الله يلا بسم الله خلنا نشوف خليفه عائل اللي جابت هذه الاجابه واللي جاب صحيحه اذا خليفه عائل هي اللي جاب الصحيحه و35 ريال المقدم من قناه عمان الرياضيه وخليفه عائل لاعب نادي عمان السابق وهو لاعب نادي النهضه في مباراه اليوم نروح للمتصل الاخر ونستقبل هذه المكالمه مرحبا الو مرحبا هلا وسهلا اذا متواصلين معكم مجموعه من الاسئله حول الفريقين النهضه وفنجة اطراف المباراه النهائيه واليوم الحلقه الختاميه من هذه المسابقه ومتواصلين معكم مجموعه من الجوائز سواء كانت اسئله مباشره اللي نذكر قيمتها ب 50 ريال وقسيمه سواء كانت من محلات قصر الاحذيه او فندق سيتي سيزن وكذلك قيمه الجائزه الاختياريه ب 35 ريال واليوم مباراه النهائيه ما بين فنجة والنهضه تمام الساعة السابعة والنصف وإحنا متواصلين معكم من خلال قناة عمان الرياضية في تغطية هذا الحدث سواء كان من خلال هذه المسابقة أو حتى النقل المباشر والاستوديو التحليل إن شاء الله لهذه المباراة ومتواصلين أيضا من قبل هذه المسابقة مع برنامج عناوين والحدث اللي يواكبه أحداث هذه المباراة النهائية وإحنا متواصلين معكم من خلال المسابقة في طرح مجموعة من الأسئلة ونستقبل هذا الاتصال ونقول مرحبا ألو ألو أهلا وسهلا حياكم الله الو مرحبا الو ايوه نسمعك انت على الهواء ايوه متعرف عليكي منار سالم حياك الله يا منال من وين تكلمينا منار ايوه من وين تكلمينا يا منار من صلالة صراويه ولا ظفراويه ظفراويه وتتابع الكوره ولا بس تتابع ظفار لا نتابع تابع ما شاء الله اليوم فنجة أيوة. والنهضه في النهائي مع مين راح تكوني فنجة إن شاء الله مع فنجة ما تريد النهضة أخرجكم من نصف النهائي ها يلا بسم الله جاهزة ما بين السؤال المباشر والاختياري لا اختياري اختياري ما تريد المباشر لا يلا بسم الله خلينا نشوف سؤالك ونشوف الاختيارات اللي معانا الأندية راحت نذكرك باخذ معنا شخصيات تاريخ لقطات ايوه لكن ساعدنا يلا انت حاولي اختاري الباب في الأول بعدين نجي السؤال إن شاء الله يلا ايوه لقطات يلا بسم الله خلينا نشوف اللقطه ومن بعدها راح يكون سؤالك ركزي في اللقطه الاعتبار انه يتواجد في المباراه النهائيه اللي امامنا رفقه نادي النهضه هو حدث مهم بالنسبه لنادي السويد واكيد اللاعبين اللي يتواجدون من خلال ارضيه الملعب لا خطره ممكن الله يلا يا منار هذا هو سؤالك كم كانت النتيجة التي خسر بها النهضة نهاية عام 2008 أمام السويق 1-0 أم 2-1 أم 2-0 يلا يا منار 2-1 أنت كم هدف شفتي في المباراة الحالية كم هدف شفتي في هذه اللقطة كم هدف يلا لا كم هدف أنت شفتي 1-0 زين كم الإجابة يلا أعطيني الإجابة 1-0 1-0 خلاص يلا أيوة. بسم الله خلينا نشوف الإجابة وقالتك صحيحة يا منار 1-0 هي الإجابة الصحيحة يا مشاهدينا الكرام مثل ما نذكر دائما خليكم متابعين بشكل سريع ومركزين في السؤال الأسئلة سهلة اللي نطرحها ولكن محتاجة شوية تركيز وسرعة في الإجابة أيضا نروح لمتصل آخر ونستقبل هذه المكالمة ونقول مرحبا ألو السلام عليكم وعليكم السلام هلا وسهلا حياك الله يا مرحبا نتعرف عليك حمد خليفه الخويطري معك حياك الله يا حمد من وين تكلمنا؟ من ازكي من ازكي بتكون في قاوي ان شاء الله ان شاء الله مع الجيران ايوه بتطمح للتاسعه ولا ياخذها المره الاولى للنهضه؟ ان شاء الله التاسعه التاسعه ها؟ ان شاء الله يلا بسم الله جاهز معنا للمشاركه حمد؟ ان شاء الله جاهز سؤال اختياري ولا مباشر؟ لا اختياري ترى باقي معنا سؤالين مباشرين ما تريد واحد منهم؟ لا يلا بسم الله خلينا نشوف الاختيارات ونشوف السؤال الاختياري اذا هذه الخيارات شخصيات تاريخ لقطات الانديه راحت شخصيات يلا بسم الله يا حمد خلينا نشوف سؤالك انت متواجد عدال التلفزيون انا طران بعيد يلا ركز معي في الصوت ها
من هو المدرب الذي قاد نادي فجة لتحقيق البطولة الخليجية الوحيدة باسم السلطنة؟ عمر أبو راس أم حشمة مهجراني أم لطفي جبارة؟ اسم غريب شوي. الأول عمر أبو راس. أيوة. يلا نثبت سامي. نثبت. أيوة الأول نثبت. خلاص نثبت إن شاء الله. إن شاء الله. خلنا نشوف الإجابة يا حمد. وعمر أبو راس هي الإجابة الصحيحة يا حمد. إذن مبروك لك 35 ريال مقدمة من قناة عمان الرياضية. وعمر أبو راس هو اللي قاد نادي فنجة لتحقيق البطولة الخليجية في عام 89. نروح لمتصل آخر ونستقبل هذه المكالمة ونقول مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله طيبين. حياك الله معنا. الله يعافيك. نتعرف على اسمك في البداية. عبد الله مسعود خلفان البطاشي. حياك الله يا عبد الله. من وين تكلمنا يا عبد الله؟ من ولاية دمة والطايين. من ولاية دمة. مع مين بتكون إن شاء الله اليوم؟ النهضة ولا فنجة؟ فنجاوي. فنجاوي طبعا. فنجاوي. مع التاريخ العريق. بطولة التاسعة إن شاء الله اليوم؟ إن شاء الله. يلا جاهز أنت معنا ما بين السؤال المباشر والاختياري؟ إن شاء الله. اختياري. وين تريد؟ اختياري؟ يلا يا عبد الله خلينا نشوف الخيارات الأربعة اللي معانا أو الثلاثة بما أن الأندية راحت. هذه الخيارات إذن شخصيات وتاريخ ولقطات معانا. وين؟ شخصيات. شخصيات؟ شخصيات. يلا خلينا نشوف هذا السؤال ونشوف الشخصيات. وسؤالك يا عبد الله، من هو هداف فريق النهضة في مسابقة الكأس لهذا العام برصيد 4 أهداف؟ محمد الفلاي أم جمعة سعيد أم امتياز عبد المعطي؟ محمد. هذا الموسم. هذا الموسم والله. امتياز. امتياز. هذا الموسم يا عبد الله. يلا جمعة سعيد. يلا ولا خلاص نثبت عليها يعني جمعة سعيد ان شاء الله. خلاص كذاك يعني سؤالك سهل من هذا الموسم يعني ما بحتاجه بعد كثير. يلا يا عبد الله نشوف الإجابة. وإجابتك صحيحة أيضا. جمعة سعيد هي الإجابة الصحيحة. وجمعة سعيد من أفضل اللاعبين وخذ هداف الدوري وكذلك أفضل لاعب في الدوري لهذا الموسم. نروح لمكالمة أخرى ونستقبل هذه المكالمة ونقول مرحبا. ألو مرحبا. ألو. أهلا وسهلا حياك الله معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نتعرف عليك. برهان ثاني العلوي. حياك الله يا برهان. من وين تكلمنا؟ من السيب. من السيب. سيباوي إن شاء الله. بما أن السيب يلبس الأصفر بتشجع فنجة اليوم؟ إن شاء الله. فنجاوي. مع فنجة ها؟ اي نعم. النهضة بطل الدوري وفنجة بطل بطولات وجولات بطل 8 ألقاب اكيد. يلا جاهز معنا يا سيباوي ان شاء الله. يلا سؤال مباشر ولا اختيار تريد؟ مباشر ان شاء الله. مباشر. تقرب. يلا زين جرب. شد حيلك وخلنا نشوف هذا السؤال وان شاء الله يكون سؤال سهل. من هو المدرب الذي استطاع ان يحقق معه نادي النهضة بطولتان لمسابقة الدوري؟ مدرب وطني. محسن درويش. اي نعم. ما شاء الله عليك يا سيباوي شكلك متابع لنادي النهضة. اكيد. يلا نشوف الإجابة ان شاء الله. خلنا هذه الإجابة والإجابة صحيحة. اذا محسن درويش هو اللي قاد نادي النهضة لبطولتين للدوري و50 ريال مقدم للقناة الرياضية وكذلك قسيمة لوجبة عشاء وغداء من فندق سيتي سيزن. اذا مبروك لك. نروح مشاهدي الكرام لفاصل قصير وبعدها راح نكمل معكم مسابقة الكأس الغالية ومجموعة من المتصلين والمشاركين. Yeah.
إذن حياكم الله مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم في مسابقة الكأس الغالية، وتابعنا هدلونيا لنادي النهضة ليطمح لتحقيق اللقب الأول له في مسابقة الكأس. بعد ثالث نهائي اليوم راح يخوض بعد ما لعب نهائيين أمام نادي السويق، واليوم نهائي الثالث أمام نادي فنجة. روح لمتصل آخر ونستقبل مكالمة جديدة ونقول مرحبا. ألو مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا والله فيك، أخبارك؟ حياك الله، الحمد لله طيبين. كيف أمورك طيب؟ الحمد لله. نتعرف على اسمك؟ مع خليفة أحمد الشافعي. حياك الله يا خليفة، من وين تكلمنا يا خليفة؟ والله من ولاية الصحار. من ولاية الصحار مع التماسيح؟ أكيد أكيد. كيف صحار هذا الموسم؟ هو صحار صراحة رهيب هالموسم. ما شاء الله عليكم، يعني جمهور من أروع ما يكون. واجب واجب علينا. يلا اختياري ولا مباشر؟ لا أكيد اختياري. اختياري ما تريد المباشر؟ لا لا ما مباشر. يلا بسم الله. خلنا نشوف الاختيارات. طبعا بقت معنا تاريخ ولقطات شخصيات. لكن أقول لك أنا بعيد تراها التلفزيون. عجب مالك غير التاريخ يعني. يلا بسم الله، ركز معنا في السؤال ما أنك تسمعنا. بس لما أكاف الأمور طيبة. يلا بسم الله. يلا خلنا نشوف سؤالك. في أي عام حقق نادي فنجة آخر بطولة له في مسابقة الكاس؟ 91، 93 أم 94؟ يلا يا راع صحار أقدم تاريخ. 91. 91. إيش يلبس صحار؟ إيش لونه؟ إيش لونه؟ أخضر. أخضر. تريد الأخضر يعني؟ يلا بسم الله. إن شاء الله. نشوف إجابتك يا راع صحار، نشوف يا خليفة. 91 هي الإجابة الصحيحة. أيضا مبروك لك 35 ريال مقدمة من قناة عمان الرياضية. 91 آخر بطولة لنادي فنجة، وبالتالي يطمح اليوم للعودة إلى منصات التتويج في مسابقة الكأس. نروح للمتصل الآخر واستقبل هذا المكالمة ونقول مرحبا. مرحبا. هلا وسهلا، حياك الله معنا. أهلا. نتعرف على اسمك؟ أسماء. حياك الله يا أسماء، وين تكلمين يا أسماء؟ من مسقط. من مسقط. سؤال مباشر أم اختياري؟ والله يلا يا أسماء اختيار. كيف يعني مباشر؟ مباشر بدون أي خيارات، يعني نعطيك السؤال وعاد أنت جاوبي بدون أي خيارات، بينما الاختيار في عدة خيارات، ثلاث خيارات تكون. يلا يا أسماء الوقت. اختياري. يلا بسم الله، خلينا نشوف سؤالك وصحصح معانا عشان تركز في السؤال. طبعا بقى معنا تاريخ ولقطات، ايش تريد ما بينهم؟ ما اريد تاريخ، اريد لقطات. يلا بسم الله، خلينا نشوف اللقطات وركزي على اللقطة ومن بعدها نرجع لك. لا لا ما لقطة. يلا خلاص اخترنا احنا. وقوف الان، الكاس الان في اقدام الكابتن. فنجة بطل الكاس وباكر مسافر الى المغرب وهو يحمل الكاس. باكر فنجة بطل الكاس، مبروك لفنجة، وهارتك لمرباط أن يفاخر بها، وهو جلالته حفظه الله يسلم كأس جلالته لنادي فنجة ويبارك لهؤلاء الشباب. يلا يا أسماء، هذا هو سؤالك. من كان قائد نادي فنجة الذي حقق لقب الكأس عام 89؟ أحمد بلوشي أم طالب هلال أم عبد الله حمدان؟ محلل موجود في القناة الرياضية. ترى أنا ما عندي التلفزيون. يلا أحمد البلوشي أم طالب هلال أم عبد الله حمدان، أعطيني إجابة. أحمد البلوشي. ثبت. أيه. يلا أيوة. خلينا نشوف إجابتك يا أسماء. إذن أحمد البلوشي الإجابة الصحيحة، و35 ريال عماني. ومشاهدي الكرام اللي مع قبل التلفزيون ينبهنا من قبل عشان نعطيه الخيار الثاني. نروح لمتصل آخر ونستقبل مكالمة أخرى ونقول مرحبا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله معنا. كيف الحال؟ الحمد لله طيبين. نتعرف على اسمك. سامي سعيد خليفة البوسعيدي. حياك الله يا البوسعيدي، من وين تكلمنا؟ من ولاية منح. من منح، مع من بتكون؟ أيوه. لحظة، ولا فنجة؟ فنجة طبعا. مع الملك؟ ايوه نعم. ايش السر يعني مع فنجة؟ داخلية. لا من الداخلية؟ أيوه. مع الجيران يعني؟ جيران. يلا كلهم اخوان ان شاء الله، من النهضة ولا فنجة، اهم شيء نشوف مباراة ممتعة ونشوف والبطل يتوج باللقب ان شاء الله. يلا جاهز معنا للمشاركة يا ابو سعيدي؟ جاهز ان شاء الله. اختياري ولا مباشر تريد؟ اختياري. ما تريد المباشر؟ اخر سؤال.
لا لا يا الله بسم الله. خلنا نشوف سؤالك يا ابو سعيدي ونذكرك انه باقي معنا تاريخ ولقطات. تاريخ تاريخ وادنا العيد انا ما هذا الشاشه. جميل جميل دائما تاريخ. اسمع معي السؤال يلا. هذا هو سؤالك يا ابو سعيدي. خلنا نشوف سؤالك. في اي عام تاهل نادي النهضه لاول مره في تاريخه لنهائي الكاس الغاليه؟ 99 ام 2007 ام 2008؟ اول مره يتاهل للنهائي متى؟ لو سمحت عيد السؤال. 99 2007 2008 2008 ثبت. يلا ان شاء الله ثبت. يلا خلينا نشوف الاجابه. واجابتك يا ابو سعيد اجابه صحيحه. إذن مبروك لك يا أبو سعيدي، 35 ريال مقدم من قناة عمان الرياضية. و2008 هو أول نهائي يصل له نادي في النهضة وخسر أمام السويخ. نروح للمتصل الآخر ونستقبل مكالمة أخرى ونقول مرحبا. أهلا أخي، السلام عليكم. حياك الله، يا مرحبا. يا مرحبا. نتعرف عليك. منصور البلوشي. حياك الله يا منصور، ومن وين تكلمنا؟ كلمك والله من الباطنة المصنعة. من المصنعة، مصنعاوي. نعم. والمصنعة ما والله الحرب. حقيقة أنا من مسقط بس في عايش في المصنعة. عايش في المصنعة، يلا سواء كنت نعم. هنا أو هنا، نهضاوي ولا فنقاوي؟ والله أنا ببارك للفايز وبنقول هارد لك للمهزوم، بكون محايد. يا سلام. الفريقين لأن بالفريقين ما شاء الله عليهم يعني ثابتين وجودهم هذه السنة. بالفعل، الأول في الدوري النهضة والثاني فنقا، وبالتالي الفريقين يستاهلوا نعم. الوصول النهائي. أكيد أكيد. جاهز معنا يا البلوشي؟ ان شاء الله. سؤال مباشر ولا اختياري؟ باخذ معنا سؤال واحد مباشر. لا والله اختياري بيكون لقطات ان شاء الله. جميل جميل. يلا بما انك قريب من التلفزيون. اي نعم. يلا جميل، اذا تابع معنا هذه اللقطه ومن بعدها راح يكون سؤالك ان شاء الله. يلا بسم الله. تشكل الخطوره لكن ما لعبت صح. راسلت الان يحاول فيها خطره اللعبه تنحت بالجول يلا يا البلوشي، هذا هو سؤالك. من صاحب الهدف الرابع الذي قاد نادي النهضة لنهائي هذا العام؟ علي القابري أم عبد الصمد أحقي أم محمد الشيبة؟ إن شاء الله بيكون محمد الشيبة. سؤالك سهل، تابعت أنت اللقطة؟ نعم. وشفت اللاعب صح؟ نعم. محمد الشيبة؟ إن شاء الله. يلا بسم الله، خلنا نشوف إجابتك ومحمد الشيبة إجابة البلوشي، وإجابتك يا البلوشي إجابة صحيحة. إذا مبروك لك 35 ريال ومحمد الشيبة هو اللي قاد نادي النهضة للنهائي بعد ما سجل الهدف الرابع في مرمى نادي ظفار. روح لمكالمة أخرى واتصال آخر ونقول مرحبا. مرحبتين، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، الحمد لله طيبين، نتعرف عليك. حمدان حمود محمد اليوسفي. حياك الله يا اليوسفي، من وين تكلمنا؟ من السيب. من السيب، سيباوي. طبعا. وكيف السيب هذا الموسم؟ تابعت السيب؟ والله تابعت السيب طبعا، هو صح الحمد لله السنه كثير متطور احسن من العام الماضي يعني. المركز الرابع، مركز جميل. ايوه مركز ممتاز بعد، مش جميل. بالفعل، وعاد لكم مشاركه خارجيه ان شاء الله راح تكون. ان شاء الله ان شاء الله. اليوم فنقاوي ولا نهضاوي؟ والله انا محايد بس اكثر شيء يعني لان احب عيد الفارسي صراحه. جميل. هذه أيوة. ميزه عند بعض المتصلين يحب لاعب معين وبالتالي يشجع الفريق بكامل. ايوه طبعا. أيوة. يعني نهضاوي بتكون ان شاء الله. يلا بتحضر المباراه اليوسفي ولا؟ والله يا احنا ما اعتقد ان احنا عندنا ماسكين فريق قاعدين نساعد حال دوره نادي السيب. ما شاء الله. ماسكين احد الفرق الاهلي اللي هو شمو التعاون. وانا مساعد مدرب عندنا تمرين في الرسيل تبع الشيء بنروح. ما شاء الله، موفقين ان شاء الله. موفقين جميعا. كل التوفيق. يلا جاهز معنا اليوسفي؟ قول. اختياري ولا مباشر؟ اختياري. ما تري مباشر اخر سؤال؟ ما عندي تلفزيون حاسس اشوف اللقطه او شيء. يلا دام انه ما عندك تلفزيون حتى الاختيار بيكون لك تاريخ، لانه باقي معنا تاريخ ولقطات، لقطات انت بعيد. بالتالي خلينا نشوف التاريخ. يلا يا اليوسفي خلينا نشوف سؤالك. سؤالك، في اي عام حقق نادي فنقا اول القابي في مسابقه الكاس؟ 74 ام 76 ام 81؟ 74. ايه. مرة ثبت؟ مرة. ما شاء الله عليك، شكلي خلاص عارف الإجابة. توني متابع البرنامج مال الحدث والبرنامج الشاشة كان طالعين عبد الرحيم سليم الحجري. بالفعل ما شاء الله. أيوة. زين هذه المتابعة خلاص يعني، شوف تابعت برنامج وعرفت الإجابة في هذا البرنامج. إذا مبروك لك يا اليوسفي 35 ريال. إذا نروح لمتصل آخر ونقول مرحبا.
الو مرحبا. اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا، حياك الله معنا. حياك يا مرحبا، نتعرف عليك. علي بن جمعه بن سالم القهضبي. حياك الله يا علي، من وين تكلمنا؟ من قريات. من قريات، مع مين بتكون، نهضه ولا فنجه في النهاية؟ لا والله مع فنجه. مع فنجه؟ اي نعم. يلا، واحنا اسئلتنا عن فنجه والنهضه اليوم بس. لا ان شاء الله. يلا جاهز، ما بين السؤال المباشر ولا اختياري؟ والله مباشر. مباشر؟ اي نعم. يلا جميل، اخر سؤال مباشر اليوم معنا، وان شاء الله يكون من نصيبك، ركز في السؤال وان شاء الله تعرف الاجابه. خلينا نشوف سؤالك يا علي. ان شاء الله. اذا سؤالك، ما هو النادي الذي قابله نادي النهضه في دور الستة عشر من مسابقه الكاس لهذا العام؟ يلا. هذا العام النهضه قابل من في دور الستة عشر؟ نادي بهله. نادي بهله؟ اي مره. مثبت؟ مره. خلاص ان شاء الله. ونشوف الاخضر ولا الاحمر؟ يلا خلينا نشوف اجابتك. وإجابتك صحيحة، مبروك لك. إذا الإجابة صحيحة، نادي بهلة، 50 ريال مقدمة من قناة عمان الرياضية وقسيمة من محلات قصر الأحذية بقيمة 20 ريال، مبروك لك يا علي. نروح نستقبل مكالمة أخرى ونقول مرحبا. ألو مرحبا، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. مساء الخير أخوي. مساء النور، نتعرف عليك. معك فاطمة يوسف محمد المعمري. حياك الله يا فاطمة، وين تكلمينا؟ والله أكلمك حاليا من مسقط. من مسقط؟ فنجاوية ولا نهضاوية في النهاية؟ فنجاوية أكيد. ما شاء الله. بكل قوة إن شاء الله. متابعة لفنجا ولا تاريخ فنجا؟ الحمد لله متابعة تاريخ حريق. يلا جميل. ما يحتاج لنا كلام فنجا إن شاء الله. يلا حلو إن شاء الله، أتمنى التوفيق لفنجا والنهضة بعد في المباراة النهائية. إن شاء الله بإذن يلا. الله. جاهزة معنا؟ طبعا ما بقى الأسئلة المباشرة، خلاص بقى معنا الأسئلة الاختيارية. ان شاء الله. يلا نشوف تاريخ ولا لقطات؟ والله تاريخ. تاريخ، يلا بسم الله. خلينا نشوف سؤالك يا فاطمه. وسؤالك راح يكون، في اي عام استطاع نادي النهضه ان يحقق اول القابي في مسابقه الدوري 2004 2005 ام 2005 2006 ام 2006 2007؟ 2005 2006. مره. ايوه ثبت. نثبت ان شاء الله. ما شاء الله شكلها الاجابه عن ثقه ومعرفه يعني. ان شاء الله باذن الله. يلا خلينا نشوف الاجابه ونشوف اجابتك صحيحه يا فاطمه. اذا 2005 2006 هي الاجابه الصحيحه، و35 ريال مقدمه من قناه عمان الرياضيه. نروح نستقبل مكالمه اخرى ونقول مرحبا. عبدين. اهلا وسهلا، حياك الله معنا. كيف ناصر زهران بيع ملات الخابوره. حياك الله يا راعي الخابوره. حياك. مبروكين على الصعود دور المحترفين. الله يبارك فيك. لكن اخبار سيئه، سلطان الشيخ سلطان يستقيل من رئاسه النادي. اي والله. يلا موفقين ان شاء الله في دور المحترفين. اليوم نهضاوي ولا فنجاوي؟ نهضاوي. نهضاوي، ما تريد فنجا؟ ايوه. يلا جميل. جاهز معنا الاسئله الاختياريه؟ جاهز معنا للاسئله ان شاء الله؟ جاهز جاهز. يلا خلينا نشوف الاختيارات اللي معانا. معنا سؤال، طبعا بقى معنا اللقطات والتاريخ، نشوف وش تختار ما بينهم، هاي تاريخ ولقطات، ايش تختار؟ تاريخ. تاريخ، يلا بسم الله. خلينا نشوف التاريخ، مجموعة من الأرقام في هذا المجال ونشوف سؤالك. في أي عام تمكن نادي فنجا من تحقيق لقب بطولة الأندية الخليجية لكرة القدم؟ 89 أم 90 أم 92؟ 92. يلا أنت لو تابعت البرنامج أنا قلتها كم مرة من قبل؟ 90. انا قلتها، اقول لك كم مره في خلال البرنامج، مرتين تقريبا او ثلاث مرات. 89. هو اللقب الوحيد اصلا للسلطنه في البطوله الخليجيه. 89. يلا بسم الله خلينا نشوف 89 ونشوف اجابتك، واجابتك صحيحه. مبروك مبروك لك يا راعي الخابور، 35 ريال مقدم من قناه عمان الرياضيه. نروح لمكالمه اخرى ونستقبل هذه المكالمه. هلا وسهلا. الو مرحبا. مرحبتين، كيف الحال؟ الحمد لله طيبين، نتعرف عليكي. معكم رحمه الشيخ سعود الجابريه. حياك الله يا رحمه، وين تكلمينا؟ من سمايل. من سمايل، فنجاويه ولا نهضاويه في النهاية؟ فنجاويه. فنجاويه، جاهزه للمشاركه ان شاء الله؟ ايوه ان شاء الله. يلا، طبعا بقت معنا الاسئله الاختياريه فقط، تاريخ ولقطات. وهذا فنجا والنهضه شعار الفريقين ظاهر معانا، خلينا نشوف الاختيارات. تاريخ. شكلهم بيجلسوا معانا اليوم، خلينا نشوف تاريخ ولقطات. تاريخ.
يلا هذا آخر سؤال في التاريخ يا رحمة، وإن شاء الله يكون لك. في أي موسم استطاع نادي النهضة التأهل لدور الأضواء؟ 86 87 أم 94 أم 95 2002 2003 94 95 نادي حديث العهد 2002 2003 ايوه ان شاء الله. ثبت بسم الله بسم الله نشوف الإجابة. يلا بسم الله. إذن يا رحمة 35 ريال نروح لك الإجابة الصحيحة 2002 2003. ونروح لآخر متصل معنا ولآخر سؤال في اللقطات ونستقبل هذه المكالمة ونقول مرحبا. ألو مرحبا، آخر متصل معنا. خلاص ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا وسهلا. أهلين، حياكم الله معنا. أهلا وسهلا. نتعرف عليكي. أمينة. أمينة محفوظ. محفوظ العامري. العامرية، حياك الله يا أمينة، شاركتينا من قبل. نعم. يلا طبعا عارفة طبيعة البرنامج، بقى معنا آخر سؤال لك وآخر متصلة راح تكوني في كل حلقات وفي كل هذه المسابقة. يلا باقي معنا سؤال أخير في اللقطات، جاهزة؟ إن شاء الله. يلا بسم الله. خلينا نشوف هذه اللقطة ونرجع لك. ناصر حلو يا ناصر، ناصر جميل، ناصر خليفة يلعب كرة عكسية، الله جول 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 حلو، عشرة جول. الهدف الثاني للنادي فنجر، اللاعب رقم 10 هلال أحمد في الدقيقة 13 من الشوط الثاني من مباراة اليوم يسجل. هذه إعادة، شوف الحارس، وخطأ من الحارس، قدمة الحارس ترجع للاعب هلال أحمد الذي لم يتوانى في إيداعها المرمى، مسجلا الهدف الثاني لنادي فنجة في الدقيقة 13. إذن سؤالك، ما هي النتيجة التي فاز بها نادي فنجة على الأهلي في نهاية 85 2-1 أم 2-0 أم 3-0؟ 2-0. على نتيجة كم معك؟ 3-0. إن شاء الله نشوف الإجابة إن شاء الله. آخر متصلة، ما أريدك تخسري معانا. يلا خلينا نشوف الإجابة. إذن الإجابة صحيحة، 3-0 هي الإجابة الصحيحة، و35 ريال عماني آخر جائزة تقدم في هذه المسابقة من قناة عمان الرياضية. إذن مشاهدين الكرام، مع هذا السؤال ومع حلقة اليوم في ختام هذه الحلقة احنا وصلنا للختام، سواء كان حلقة اليوم أو كل حلقات استمتعنا معكم في تقديم هذه المسابقة، وشكرا لكل اللي تواصل معنا وكل اللي تفاعل معنا واللي ما حالفه من الحظ إن شاء الله في مسابقات وحلقات قادمة. وطبعا في الختام اكيد يعني لازم نشكر كل اللي تفاعلوا واللي شاركوا معنا واللي ساهموا في نجاح هذا البرنامج، وفي مقدمتهم المخرج محسن الشحري، وكذلك كل الشباب الموجودين في طاقم العمل. طبعا ما تحضرنا كل الاسماء، ولكن شكرا لكم من القلب انكم خرجتوا هذا البرنامج بهذا الشكل وبهذه الصوره اللي ترضي ان شاء الله الجميع. وشكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا، كذلك نشكر الشركات المساهمه واللي شاركت معانا، سواء كان محلات فصل الاحذيه وكذلك فندق سيتي سيزن، وشكرا للقناه الرياضيه ايضا على مساهمتها. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم، والاستلام الجوائز تواصلوا معنا ان شاء الله عبر قناه عمان الرياضيه، وان شاء الله توصلكم كل الجوائز وكل الفائزين، نقول لهم مبروك. وان شاء الله اليوم نتمنى لكم متابعه ممتعه للنهائي ما بين فنجة والنهضه تمام الساعه 7:30، ولكل المتوجهين للملعب درب السلامه ان شاء الله، وان شاء الله تتابعوا مباراه ممتعه ونلتقي ان شاء الله هناك في الملعب. كل توفيق لكم وشكرا لكم من جديد، والشكر ايضا لطاقم العمل، وشكرا لكم على المتابعه. كنت معكم سعيد الخروصي في تقديم هذه المسابقه، وان شاء الله نلتقي في حلقات ومسابقات اخرى. كل الشكر لكم وتقبلوا تحيات فريق العمل، الى اللقاء.